بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلبة، نحاول أن نفيدكم في هذه الإطلالة بموضوع يتعلق بالسؤال العلمي والسؤال الفلسفي، يتضمن عرض نظري يخص هذا الموضوع إضافة إلى مقال تطبيقي نحاول أن نفيدكم فيه عن كيفية الإجابة عن سؤال متعلق بهذا الموضوع، مع العلم أن هذا الموضوع أي السؤال عن السؤال الفلسفي هو موضوع خاص بعدة شعب، منها شعبة العلوم التجريبية، شعبة الرياضيات، شعبة التسيير والاقتصاد، شعبة التقن الرياضي، إضافة إلى شعبة اللغات الأجنبية. بدءا ذي بدء، لابد أن تعلم عزيزي الطالب أن النجاح في مادة الفلسفة والتحصل على علامة مرضية أو علامة جيدة في البكالوريا لابد أن نستوفي مجموعة من الشروط. الفلسفة كمادة مبرمجة عليك أنت المقبل على شهادة البكالوريا تتضمن أمرين. الأمر الأول يتمثل في الجانب المعرفي، المقصود به هنا هو المعلومات وهي الواردة في الدرس. أما الجانب الثاني فهو الشق المنهجي أو الجانب المنهجي والمتمثل في المقالة الفلسفية. يعني إذا تكلمنا عن الجانب المعرفي أو الجانب المعلوماتي، فهناك معلومات متعلقة بالدرس تتضمن تعاريف، مواقف، حجج إلى غير ذلك، لابد التلميذي أن يفهمها ويحفظ ما يحفظ منها. أما الجانب المنهجي فما هو؟ فهو الذي سوف نركز عليه ونعلمكم كيفية إنشاء وكتابة مقال فلسفي. أولا، إذا تكلمنا في هذا الموضوع عن الجانب المعرفي المتعلق بالسؤال العلمي في السؤال الفلسفي، فهذا الدرس يتمحور أساسا حول العلاقة الموجودة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. لذلك لا بد من معرفة بعض الأمور أو بعض المعلومات، وهي أولا نتكلم عن مواطن التشابه. وتتمثل مواطن التشابه بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي في أن كلاهما، أي كل من السؤال العلمي والسؤال الفلسفي، يشكل سؤال كلاهما سؤال يثير الفضول، أي نابع عن فضول الإنسان وحبه للمعرفة، ويدفع إلى البحث عن حل نتيجة شعور بوجود مشكلة، وذلك يرجع إلى الطبيعة الفضولية للكائن الإنساني أو للإنسان. هناك وجه آخر والمتمثل في أن كل منهما صادر عن شخص يتمتع بالحس الإشكالي، يعني الطابع الفضول الإنسان، الشخص ليس الشخص العادي إنما الشخص الذي لديه الجانب الإشكالي، دائما يطرح الأسئلة عن المظاهر والظواهر إلى غير ذلك. وبعدها لدينا كمظهر ثالث أن كل من السؤال العلمي والسؤال الفلسفي هو سبيل المعرفة، يساهم في المنتوج الثقافي والحضاري، بمعنى أن الإنسان عندما يطرح تساؤلا سواء كان فلسفي أو علمي عفوا، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى تحصيل المعرفة. وبعدها لدينا أن كلاهما سؤال يرد في الغالب في صيغة استفهامية، إضافة إلى أن السؤال العلمي أو السؤال الفلسفي كل منهما ينفرد بموضوع خاص به ومنهج وهدف تفرضه طبيعة الموضوع، بمعنى أن لكل من السؤال العلمي والسؤال الفلسفي موضوع ومنهج وهدف يختلف بحيث لكن يختلف عفوا، لكن كل منهما له هذه الأمور ثلاثة سبق وتكلمنا عليها، إضافة إلى أن كل منهما أو كلاهما يعتمد على مهارات مكتسبة لتأسيس وتحصيل المعرفة، بمعنى أن الإنسان الذي يطرح السؤال العلمي أو السؤال الفلسفي له مهارات وقدرات وكفاءات تؤهله لتحصيل وتأسيس المعرفة. هذا فيما يخص أوجه التشابه أو مواطن الاتفاق. الأمر الثاني الذي لا بد من معرفته هو ما يتعلق ب أوجه الاختلاف أو مواطن الاختلاف، وما تجدر إشارتي إليه هنا أن السؤال العلمي يختلف عن السؤال الفلسفي من حيث طبيعة الموضوع، فالسؤال العلمي
مجاله الواقع الحسي المادي، أي عالم الطبيعة، عالم الطبيعة وتعرف بالفيزيقا. أما السؤال الفلسفي فمجاله المعقول، أي الجانب المعنوي، والمقصود به هنا هو ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا. هذا من جهة. الأمر الثاني الذي يختلف فيه السؤال العلمي عن السؤال الفلسفي هو التخصص. فالسؤال العلمي محدود وجزئي، أي أنه خاص. لماذا؟ لأنه يتعلق بظاهرة معينة فقط، مثلا هنا كظاهرة سقوط الأجسام المتعلقة بالجاذبية. أما السؤال الفلسفي فهو كلي وشامل، أي أنه عام. لماذا؟ لأنه يتعلق بقضية عامة أو قضية كلية كقضية الحرية. الوجه الثالث الذي يختلف فيه السؤال العلمي عن السؤال الفلسفي هو اللغة. لماذا؟ لأن لغة السؤال العلمي هي لغة الرياضيات، بمعنى أن السؤال العلمي يستعمل التقدير الكمي، أما السؤال الفلسفي فيستعمل لغة الألفاظ الفلسفية وهي المصطلحات الفلسفية. وهناك وجه اختلاف عفوا آخر أو رابع يتمثل في المنهج، والمقصود به هنا أن منهج السؤال العلمي هو استقراء أو استقرائي تجريبي، يعتمد على 3 خطوات التي هي الملاحظة الفرضية والتجربة. أما منهج السؤال الفلسفي فمنهجه عقلي تأملي، يعتمد على التحليل والتركيب. هذا من حيث المنهج. وهناك وجه اختلاف خامس، ويتمثل في الاختلاف من حيث الهدف. فهدف السؤال العلمي هو الوصول إلى نتائج دقيقة تصاغ في شكل قوانين، أما السؤال الفلسفي هدفه الوصول إلى حقائق وتصورات غالبا ما تكون متباينة بتباين المواقف وتعدد المذاهب. والأمر الثالث الذي لابد من معرفته هو مواطن التداخل. فالسؤال العلمي يتداخل مع السؤال الفلسفي في عديد من الأمور. نذكر منها أن السؤال العلمي نشأ في رحم السؤال الفلسفي، لأن هذا الأخير أي السؤال الفلسفي هو الذي عبر عن حيرة الإنسان اتجاه الوجود ومصيره. فالحيرة الفلسفية تولدت عنها الحيرة العلمية، فالسؤال الفلسفي يختم السؤال العلمي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن السؤال العلمي بدوره ينتهي إلى قضايا قد تثير تساؤلات فلسفية، فالسؤال العلمي يخدم السؤال الفلسفي. إذا طبيعة العلاقة بينهما علاقة تداخل وتكامل وتأثير متبادل. بعد معرفتنا للمعلومات المتعلقة بالسؤال العلمي والسؤال الفلسفي، نتطرق إلى الشطر الثاني أو الجانب الثاني، وهو الشق المنهجي، والذي سوف نحاول أن نعالج فيه سؤالا نحاول فيه إنجاز مقالة عليه. هذا السؤال يقول: ما الذي يميز بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي؟ وأول خطوة نبدأ بها هي محاولة معرفة المصطلحات الواردة في السؤال. ففي هذه الحالة لدينا ما الذي يميز؟ لدينا السؤال العلمي، لدينا السؤال الفلسفي. وفي هذه الحالة السؤال هو سؤال مباشر. المقصود بالتمييز هنا، المقصود به الفرق بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. إذن هذا السؤال ماذا يطلب منا؟ يطلب منا الفرق أو إيجاد الفرق بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي، بمعنى المقارنة بين السؤال العلمي والسؤال
سؤال الفلسفي، والطريقة هنا سوف تكون طريقة مقارنة. لمعلوماتكم أعزائي الطلبة، أن المقال الفلسفي بصفة عامة له ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي المقدمة، وتنقيطها على 4 نقاط. الخطوة الثانية هي التحليل، قد يسمى العرض أو التوسيع إلى غير ذلك، وتنقيطها على 12 نقطة. الخطوة الأخيرة هي الخاتمة، وتنقيطها أيضا على 4 نقاط. إذا أتينا للمقدمة، إذن حتى المقدمة لها عدة خطوات، فتتضمن الخطوة الأولى التي هي تعرف بمقدمة المقدمة، وهي عبارة عن تمهيد عام وظيفي يخص الموضوع المطروح. الخطوة الثانية هي العناد الفلسفي، وهذه الخطوة تختلف حسب المقال، ما بين مقال جدلي أو مقارنة أو استقصاء بلع أو استقصاء بالرفع. وفي هذه الحالة ما دمنا بصدد علاج مقال عفوا مقارنة، فلا بد من إظهار الاختلاف الموجود ما بين الموضوعين. قول الإشارة إلى وجود اختلاف بين الموضوعين لحل المقارنة. وكخطوة ثانية في المقدمة هي طرح الإشكال، والشرط الأساسي في هذه الخطوة هو إعادة صياغة السؤال بالأسلوب الشخصي. وكنموذج مقدمة عن سؤال المطروح المتعلق بالسؤال العلمي والسؤال الفلسفي، نقول أول شيء قلنا هو تمهيد عام. في هذه الحالة إذا لاحظتم أن سواء السؤال العلمي أو السؤال الفلسفي كلاهما سؤال علمي وسؤال فلسفي، يعني هناك رابط مشترك بينهما. لذلك يمكن أن يكون التمهيد متعلقا بسؤال في حد ذاته. أنا أقول مثلا على سبيل المثال في مقدمتنا، نقول على سبيل المثال إن الإنسان كائن فضولي بطبعه، يحب دائما معرفة خبايا وأسرار الظواهر
والأمور. لذلك نجده دائم التساؤل عليها. هنا إذا لاحظنا أشرنا إلى قضية التساؤل، التساؤل الذي له علاقة بالسؤال، هذا كشيء تكلمنا عليه كتمهيد لي أو كتمهيد عام للموضوع أو للمقدمة. نواصل، قلنا دائما التساؤل عليها، وتساؤله وتساؤله هذا يكون في الغالب على شكلين، تساؤل علمي وتساؤل فلسفي. هذا إذا لاحظتوا الأمر الثاني في المقدمة. في البداية أشرنا إلى وجود التساؤل، ثم أشرنا إلى انقسام التساؤل إلى قسمين، تساؤل علمي وتساؤل فلسفي. ثم نواصل، قلنا هذا يكون في الغالب على شكلين، تساؤل علمي وتساؤل فلسفي، إلا أنهما في الواقع أو وهما في الواقع ليس بالشيء الواحد، بل يوجد فرق بينهما. إذا قلنا بل يوجد فرق بينهما، الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة التمييز بينهما. ثم نطرح الإشكال الأخير، فما هي أوجه التشابه والاختلاف والتداخل بين السؤال العلمي السؤال الفلسفي؟ هذا أعزائي الطلبة كنموذج عن المقدمة. لاحظوا معي أن المقدمة قلنا فيها ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تبدأ هنا من إن الإنسان كائن فضولي بطبعه، إلى غاية الإشارة إلى وجود التساؤل هنا، وبعدها الإشارة إلى وجود
سؤال علمي وسؤال فلسفي، يعني التمهيد العام ومقدمة المقدمة من هنا إلى هنا. ثم التمهيد الإشكالية ينطلق من هنا، أي وهما في الواقع ليس بالشيء الواحد، إلى غاية التفريق بينهما أو التمييز بينهما. وفي الأخير الإشكالية مكتوبة باللون الأحمر، وهي تختلف تماما من حيث الشكل عن الإشكالية المطروحة في السؤال الرئيسي، وبالتالي الإشكالية لابد من إعادة صياغتها بالأسلوب الشخصي. بعد المقدمة تأتي عملية التحليل، والتحليل في طريقة المقارنة يعتمد على 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي بواطن أو أوجه تشابه، وتتضمن هذه الخطوة النقاط المشتركة بين الموضوعين المقارنين، ثم الخطوة الثانية وهي مواطن أو أوجه الاختلاف، وتضم نقاط التباين بين الموضوعين المقارنين. وكخطوة أخيرة لدينا مواطن التداخل، وتضم التأثير المتبادل بين الموضوعين المقارنين، أو الذي يضم عفوا ممكن صيغة التكامل الوظيفي إن وجد. مع الإشارة أنه يمكن للتلميذ أن يبدأ بأوجه الاختلاف، يعني تصبح هذه هي الخطوة الأولى وهذه هي الخطوة الثانية. يعني يمكن للتلميذ أن يبدأ بأوجه الاختلاف، ثم أوجه التشابه، وبعدها أوجه التداخل. ثم نشرع في عملية التحليل ونبدأ بالرابط اللغوي، فنقول مثلا يتشابه السؤال العلمي والفلسفي في العديد من الأوجه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
هذا عبارة عن ربط لغوي. ثم نشرح في كتابة أوجه التشابه. قلنا لها الحصر أن كل منهما سؤال يرد بصيغة استفهامية، وكلاهما سؤال يثير الفضول ويدفع إلى البحث عن حل نتيجة الشعور بوجود مشكلة. كما أن كل منهما سبيل للمعرفة يساهم في المنتوج الثقافي والحضاري. صادرين عن شخص يتمتع بالحس الإشكالي. الحس الإشكالي كما أن كل من السؤال العلمي أو الفلسفي ينفرد بموضوع ومنهج وهدف تفرضه طبيعة الموضوع وكلاهما يعتمد على مهارات مكتسبة لتأسيس المعرفة. بعد أن أوجه التشابه ننتقل إلى أوجه الاختلاف، فنقول لكن هذا الاختلاف أو هذا التشابه بين السؤالين العلمي والفلسفي لا ينفي
موجودة اختلاف بينهما. ومن أوجه الاختلاف أذكر على سبيل المثال أن أو أنهما مباشرة أنهما يختلفان من حيث طبيعة الموضوع، فالسؤال العلمي مجاله الواقع الحسي، أي عالم الطبيعة. وهو عالم المادي المعروف باسم الفيزياء، وهو عالم الطبيعة أو عالم الفيزياء. أما السؤال الفلسفي فمجاله المعقول، أي ما وراء الطبيعة وما المعروف باسم الميتافيزيقا. كما يختلفان من حيث التخصص، لأن السؤال العلمي محدود وجزئي، أي أنه خاص يتعلق بظاهرة معينة كظاهرة سقوط الأجسام، هي الجاذبية. أما السؤال الفلسفي فكلي وشامل، أي أنه عام، لأنه يتعلق بظاهرة أو قضية عامة مثل الحرية. وتعد اللغة ما
من أبرز ما يختلف فيه السؤال العلمي عن الفلسفي. العلمي يستعمل التقدير الكمي، أي لغة الرياضيات. أما الفلسفي فيستعمل لغة الألفاظ، أي المصطلحات الفلسفية. كما يختلفان من حيث المنهج، السؤال العلمي منهجه استقرائي تجريبي، يعتمد على 3 خطوات، هي الملاحظة الفردية والتجربة. أما الفلسفي فمنهجه عقلي تأملي، يعتمد على التحليل والتركيب، ويبقى لنا وجه اختلاف أخير، وهو إذا نقول ويختلف السؤالان العلمي والفلسفي من حيث الهدف، فالأول أي العلمي يهدف إلى الوصول إلى نتائج دقيقة، تساه بشكل قوانين، أما الثاني أي السؤال الفلسفي فيهدف للوصول
إلى حقائق وتصورات. وتصورات غالبا ما تكون متباينة بتباين المواقف متعدد المذاهب. وبعدها ننتقل إلى أوجه التداخل، فنقول ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك مواطن تداخل بين السؤالين العلمي والفلسفي، السؤال العلمي نشأ في رحم السؤال الفلسفي، لأن هذا الأخير هو الذي عبر عن حيرة الإنسان تجاه الوجود ومصيره، فالحيرة الفلسفية تولدت عنها الحيرة العلمية، السؤال الفلسفي يخدم السؤال العلمي، والسؤال العلمي بدوره ينتهي إلى قضايا قد تثير تساؤلات فلسفية، فالسؤال العلمي يخدم السؤال الفلسفي، إذن طبيعة العلاقة بينهما علاقة تداخل وتكامل، وتأثير
متابعة هذا ليه؟ وآخر خطوة في التحليل هي الخاتمة. وفي خاتمة طريقة المقارنة لدينا الخطوة الأولى هي خلاصة، والخطوة الثانية والأخيرة هي الفصل بطبيعة العلاقة، بمعنى ذكر الطابع الغالب. إن كان اختلاف أو تشابه أو تداخل، وعلى سبيل المثال نقول ختاما نستخلص أن العلاقة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفي تكتسي عدة أضعاف، فهما يتشابهان في أوجه ويختلفان في أخرى ويتداخلان في بعضها. لكن يبقى الطابع الغالي على علاقتهما هو الاختلاف والتباين خاصة من حيث طبيعة الموضوع والمنهج والهدف.